السلام عليكم ومساء الخير لكل الموجودين. أهلا بكم في الـ introductory session بتاعتي لـ AS Biology إيدكسل. حابة الأول أعرفكم بنفسي، أنا دكتور إحسان سعيد. أنا كنت بدرس في كلية الطب في جامعة اسكندرية ومعايا ماسترز مايكروبيولوجي، واشتغلت بالطب حوالي تقريبا 14 سنة، وبعد كده دخلت في مجال الإيديوكيشن. اشتغلت في المدرسة بتاعتي حوالي 22 سنة تقريبا as a head of science department و a head of biology department، وبعد كده بقيت consultant in biology. واتجهت لل طبعا انا كنت بدرس الاول جنرال ساينسز، وبعد كده اتجهت للتعليم الانترناشنال من حوالي 18 years، منهم 8 years اونلاين. الاول كنت بشتغل تبع سكايب، وبعد كده ما كانش لسه في بلاتفورمز. لما دخلت البلاتفورمز مصر اشتغلت على بلاتفورمز من حوالي تقريبا 6 سنين. لما ابتديت ان انا ادرس منهج ايدكسل كان من حوالي برضو 7 سنين تقريبا. بدرس طبعا او ال، وبدرس الاي اس اند اي 2، والحمد لله يعني النتائج كويسه ما بين في الاي اس ما بين اي والاي 2 ستار. الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش حد من الستودنتس بتوعي اقل من كده. طيب بالنسبة لل نفس الكريكولم of the ES، ده بيتكون من 3 units، unit 1 2 and 3. بيبقى دايما unit 3 هو البراكتيكال بارت. بيبقى كل unit بيتكون من 2 topics، يعني unit 1 topic 1 and 2 topic، unit 2 بيبقى topic 3 and 4، وطبعا unit 6 بيبقى فيه 9 experiments علينا في المنهج الاي اس. مفروض ان احنا بنبقى عارفينهم ودارسينهم وعارفين ازاي بتيجي الاسئله عليهم طبعا من البراكتس، ومن حل اسئله على قد ما نقدر. طيب بالنسبه لاسلوبي انا في الشغل بيبقى ازاي؟ طبعا لو احنا مثلا داخلين ناخد الثري يونتس في اكتوبر، كان مره حد من الستودنتس سالني is it possible او is it doable؟ طبعا لكن بيبقى like a compressed course. يعني أنا بدأت مثلا الكورس مع جروب من ماي تقريبا the 22nd of May، ابتديت أول حصة AS إيدكسل. إحنا دلوقتي تقريبا بنخلص unit 1، بس إحنا بناخد 3 sessions a week عشان أقدر ألحق إن أنا أخلص كل السيلبس بتاع AS قبل الامتحان بشهر، لان لازم اخد 1 month solving only past papers. بس during السيشنز بتاعتنا اللي هي بتبقى 3 times a week بيكون في شرح للدرس following each chapter. انا بحط كده a sample of the questions اللي بتكون موجوده في الباست بيبرز، وبحلها مع الستودنتس عشان يقدروا ان هم يشوفوا نوعيات مختلفه من الاسئله. بيشوفوها كمان فين؟ في الهوم وورك اللي انا بديه every week. يعني لازم ويكلي بيكون في حاجتين بيتعملوا، ان انا بدي هوم وورك على الجزء اللي اتشرح، وبدي كويز كل فرايداي بيبقى only one question every Friday على اللي شرحته في الاسبوع اللي فات اللي قبله. بالنسبه للهوم وورك يعني انا ما بديش هوم وورك كبير، بس بيبقى معاهم الكلاسيفايد باست بيبرز بتاعتي. مثلا لو في لكل تشابتر عليه مثلا 30 أو 40 questions، طبعا أنا جايباهم من past papers من أول 2009 لحد 2021. فبدلهم الهومورك بيكون أقل من 10 questions، وهم بيبقى معاهم كمان mark scheme. طبعا AS يعني هم كبار كفاية إن ما يبصش في المارك سكيم، هو بيحل وبعد كده بيشوف whether the answer is correct or not. أما الهومورك بتاعهم فبيتبعت لي ومعايا assistant بتعمل checking، وأنا برجع أراجع على الassistant. يعني ما ينفعش إن أنا أدي للstudent الهومورك بتاعه checked بالassistant من غير ما أنا أبقى عاملة عليه recheck. ده بالنسبة للي بيحصل every week.
لكن مع كل topic احنا بناخد quiz، يبقى معنى كده في اليونت الواحد بيكون عليه 2 quizzes وبيكون فيه 1 mock exam. بتبقى دايما كل شغل الستودنت عندي محطوط على فولدر لكل ستودنت، بيتبعت ريبورت للبيرنت كل شهر بالحاجات اللي عملناها خلال الشهر وايه شغل ولادهم، ايه سواء بنتهم او ابنهم، من ناحية تقديم الهوم ورك هل هو ملتزم بوقت التقديم او لا. الكويزز او الويكلي كويزز بيبقى فيها عليها ريبورت بالدرجه بتاعتهم، الكويز اللي بعد كل توبيك برضو بالدرجه بتاعته، والموك اكزام بالتاكيد. وبيبقى فيه سيرتن كومنت كده مني على مستوى الطالب وانا بلاحظ عليه ايه خلال الفتره اللي عدت. طبعا لو في اي ويك بوينت عند الستودنت انا بالتاكيد بعرفها من الparticipation during the session، يعني أنا لما بكون بشرح مش أنا باخد الوقت كله شرح، لا بالتأكيد الستودنت أنا بسأل أسئلة بيجاوبوا، بدي فرصة كويسة جدا في آخر السيشن إن ممكن أي ستودنت يسألني أي سؤال، even during the explanation they raise their hand، وبسمح طبعا بالأسئلة لأن ما ينفعش إن يطلع ستودنت من الحصة وهو مش فاهم. ده بالنسبة لطريقة الشغل. طيب ندخل بقى على الريفيجن والامتحانات نفسها. بالنسبة للريفيجن زي ما قلت في الأول أنا لازم أبدأ ريفيجن قبل الامتحان بشهر. طيب بنحل إيه؟ بنحل طبعاً every possible past paper، لكن أنا ببدأ من الآخر للأول لسبب إن زي ما احنا عارفين إن السيلبس متغير. طيب هل في فرق ما بين the new syllabus and the old syllabus؟ صدقوني الفرق مش كبير، يعني في بعض حاجات بسيطة قوي اتلغت من على السيلبس القديم، وفي بعض حاجات اتنقلت لA2، واللي فاضل لنا هو السيلبس الجديد، ما نزلناش حاجة من A2، يعني يا إما اتلغى من القديم يا إما في حاجة اترفعت على A2 وخلاص. الكمية مش كبيرة على فكرة اللي اتغيرت، لكن عشان كده أنا ممكن أحل امتحانات before 2018 اللي هو كان أول امتحان اتغير فيه السيلبس. فاللي يهمني إن أنا أخد 2021 بما فيهم الأنسين، طبعا أنا كنت بحلهم مع الستودنتس بتاعتي، الأنسين بيتحل، أي حاجة قبله لحد 2018 ده أهم حاجة، بحل old and new syllabus وبحل حتى امتحانات الGCSE، لأن ما فيش برضو فرق كبير في السيلبس بتاعنا وبتاعهم بتاع الانترناشنال والعادي، فأي سؤال بينفع إن هو يتحل مع الستودنت بالتأكيد إن احنا بنحله. طيب الستودنت during solving the past papers تقريبا هو بيبقى واخد فكرة عن الأسئلة لأن الكلاسيفايد هو جاي من الباست بيبرز دي. طيب إيه الفرق بأن أنا أحل بقى past paper على بعضه؟ يعني أي حد هيقول طب ما احنا حلينه as a homework مثلا أو حلينه في الكلاسيفايد قبل كده. بالعكس أنا لما أحل في الكلاسيفايد أنا بحل by topic، فببقى مركزة على جزئية معينة أنا بشتغلها وبحل عليها أسئلتها. لكن لما أحل past paper بيبقى قدامي ورقة الامتحان شاملة كل المنهج، فده بيبقى له واقع تاني. plus إن أنا لما بحل مثلا past paper أو بدي student a mock exam أنا بحدد له a timing، ما ينفعش إن هو مثلا أبقى قايله له يبعت ال exam after مثلا 1.5 hours زي ما هو في ده الطبيعي بتاع ال exams، ولا ايه بعتهولي بعد ساعتين بعد ثلاثة، ما بستلمش الإجزام على فكرة. طب ليه أنا بعمل كده؟ يعني هو ده مش صعوبة مني، أنا بعود student على management of their time، لأن أنا شفت قبل كده students جايين بعد الامتحان، الامتحان كان كويس بس we didn't finish. طب ليه؟ the time ran out. طب ما هو time ran out ده يبقى ما يعني مفروض إن هي إحنا مش متدربين كفاية على ان انا اظبط الوقت. فانا اخدت بالي من وقتها وده كان من كذا سنه ان لازم لما ادي بيبر ورك لازم ان انا اعود الطالب ان هو يخلص في الوقت المحدد بتاعه. والله حد عنده اكسكيوز بقى بديله
يبتدي في وقت تاني، لكن لازم يبعت لي الاكزام بعد الوقت اللي انا محددة بالظبط. طيب دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ طبعا كويسة جدا، لان الستودنت لما ما بيتعودش يظبط وقته بيبص يلاقي نفسه ضيع وقت كبير في أسئلة مش محتاجة الوقت ده كله، والأسئلة اللي محتاجة تفكير هو مش لاقي لها وقت. طيب what about بقى الإكزام نفسه؟ احنا عندنا زي ما قلت 3 papers. بالنسبة أول paper بتاعت unit 1 دي هي unit 2 عليهم 1 hour 30 minutes وعليهم 80 marks، و paper بتاعت unit 3 بتبقى عليها 1 hour 20 minutes وعليها 50 marks. طيب لما بتيجي ده كده الرو مارك بتاعتنا، بتيجي الستيتمنت اوف ريزلت مثلا كاتب لي الرو مارك واليو ام اس. طب ايه اليو ام اس ده؟ ده اللي على اساسه ده يونيفرسال ماركينج سيستم، بيجي على اساسه تحديد بقى احنا واخدين الجريد بتاعنا ستار ولا ده بالنسبه لاي 2 ولا اي ولا بي ولا وات ايفر. فهو بيعمل ايه؟ بيبقى الامتحان out of 80 they multiply it with a factor بتطلع النتيجة out of 120. طيب هل لازم اللي جايب A لازم يجيب 120؟ لا طبعا، ممكن يبقى أقل من كده. طيب أنا أعرفها إزاي؟ دي بتتحدد الفاكتور حسب الـ answers بتاعت students، يعني لكل سنة بيبقى لها الفاكتور بس كله بيبقى around the same amount يعني. طيب احنا ازاي نعرف احنا جايبين ايه وتحولت وكده؟ يعني انا كتيتشر، ان في جزء على الويب سايت بتاع بيرسون بيكون في الكونفرتر او الكالكوليتر بيعمل كونفرجن من الرو مارك لليو ام اس. طيب دي انا بستعملها كتيتشر، بستعملها امتى بقى؟ في الموك اكزامز. لازم ستودنت ان انا على الموك اكزام في الكفر بتاعه بكتب له الرو مارك بتاعته واليو ام اس عشان اقدر احسب له بالظبط هو جايب الجريد بتاعته ايه، وبتتحط فعلا على الموك اكزام كتعود للستودنت ان هو يعني يبقى داخل الامتحان وعارف ايه اللي هيحصل معاه بالنسبه للماركينج ميثود يعني. طيب وات اباوت يونت 3 بقى؟ يونت 3 عاده بتبقى 3 questions أو 4 questions، وبياخدوا فيها 1 hour 20 minutes بيحلوها، وزي ما قلت عليها 50 marks. طيب نظام الأسئلة بيجي إزاي؟ نظام الأسئلة كان زمان بيحط لهم an article ومعاه question، دلوقتي لغوا الأرتيكل وخلوه بس في A2 في unit 5، وبقى امتحان اليونت 3 عبارة عن 3 or 4 questions حسب طول السؤال. يعني لو السؤال طويل قوي بيخلوهم 3 questions، لو قصير بالتأكيد بتبقى 3 لو قصير بيبقى 4 questions. بتبقى الأسئلة عاملة كده زي الالترناتيف تو براكتيكال يعني اللي كنا أخدينه في الـ IGCSE. بيبقى فيه سؤال هو كاتب فيه experiment وبيبتدي يسأل عليه، وبيبقى فيه سؤال ممكن يجي لي drawing، وبيبقى فيه طبعا بشوية أسئلة على موضوع الدروينج، وبيبقى فيه سؤال ان احنا نكتب او نعمل designing to an experiment، وببتدي اكتب في الاكسبيرمنت ده ايه اللي مفروض ان انا اعمله. طيب بالنسبه للبيبر بتاعت يونت 1 والبيبر بتاعت يونت 2 بنشوف سؤال كده عليه استريكس من فوق. السؤال ده بيبقى عامل زي الارتيكل كويستشن كده، وبيبقى عاده عليه 6 ماركس ومينيمم 5 ماركس. يعني ما شفتش بصراحه بالنسبه للاي اس امتحان سؤال زي ده عليه مور ذان 6 ماركس، ممكن في اي 2 يبقى عليه 8 وممكن اكتر كمان. لكن ايه مشكله السؤال اللي عليه استريكس؟ هم الستودنتس اول ما بيشوفوا الاستريكس بيقلقوا، هي ما فيش قلق ولا حاجه، السؤال بيبقى من الحاجات اللي احنا درسينها، بس بيبقى لازم يكون في 3 things that are correct. Correct information, correct organization to your answer، بمعنى ان لازم الانسر يبقى واخد a certain sequence، ما جيش اكتب نقطة من الاول نقطة من الاخر نقطة من النص، لا لازم اكون في تسلسل معين للاجابة بتاعتي. و overall بيبقى في correct spelling. spelling هنا الايه؟ بالتأكيد كلنا perfect في الانجليش والسبيلنج بتاعنا كويس، لكن ال correct spelling للscientific expressions.
ما ينفعش حد يكتب respiration بال SHION في الآخر يعني، ده طبعا كإكزامبل. فلو احنا عرفنا ازاي نجاوب الكويستشن ده خلاص ضمننا الـ6 ماركس بتاعته ما فيهاش اي حاجه. طيب في نقطه اخيره حابه اتكلم فيها اللي هي نقطه الكيوردز. مش عارفه ليه مخوفين الناس قوي من الايدكسال والكيوردز. الكيوردز يا جماعه الكيوردز موجود في كامبريدج وفي ايدكسال وفي اوكسفورد كله، انا بدرس الثلاثه. صحيح انا اوكسفورد السنه دي اعتذرت عنها لاسباب يعني، لكن في كله في كيوردز. الكيوردز دي عباره عن ايه؟ اللي هي الساينتفك اكسبريشنز. ما ينفعش مثلا ان انا اكون بتكلم مثلا على الهارت ريت وابتدي اشرح يعني ايه هارت ريت من غير ما اعرف يعني ايه هارت ريت. ما هارت ريت دي كيورد. فالكيوردز مطلوبه في الثلاثه بوردز، ما فيش حاجه اسمها في ايدكسل بس. الحاجه الوحيده اللي يمكن بتلفت النظر شويه في امتحانات ايدكسل هي المارك سكيم بتاعهم. طيب كتير ناس بتسألني ايه اسهل وايه احسن، ايدكسال ولا كامبريدج؟ فده برضو سؤال احب ان انا اتكلم عليه هنا. كامبريدج كماتيريال طويلة، يعني بلاقي ان الدرس بيتكلموا فيه بياخدوا الدبث اوف ذا سبجكت، يعني لما بيجي يتكلم مثلا على اي موضوع في البيولوجي بيتكلم عليه بتفاصيل جدا. طبعا دي حاجة كويسة بالنسبة مثلا لو في ستودنت حابب ان هو ياخد الموضوع بتفصيل قوي. بالنسبة لإيدكسال ممكن يكون نفس الموضوع ونفس المعلومة انا باخدها بس مش مفصلة قوي، يعني مش ديتيلد زي في كامبريدج، لكن اعطتني الاوفر اول انفورميشن في الاخر. دي حاجة. بالنسبة لإيدكسال بيبقى عندهم في بعض حاجات، مثلا لو بتكلم على AS في بعض الأجزاء مش موجودة في كامبريدج، زي مثلا الريسكس، الانفستيجيشنز للكارديوفاسكولار ديزيزز، الحاجات دي كلها مش موجودة في كامبريدج خالص. بالعكس ده الجزء بتاع الترانسبورت في كامبريدج يعتبر مختصر بالنسبة لإيدكسال. اما بالنسبه مثلا للامتحانات، الفرق ما بين الاثنين حته المارك سكيم. المارك سكيم بتاع كامبريدج بيبقى عاطي اوبشنز كتير جدا، يعني ممكن ان انا اكتب حاجات كتير واي حاجه منهم بس المهم المعلومه صح هتديني المارك بتاعتي. لكن ايدكسال بيبقى محتاج نقط معينه تبين لو الطالب فاهم او لا. فممكن الستودنت اول ما بيدخل يشتغل بنظام الايدكسال يمكن النقطه دي بالتحديد بتقلقه شويه. اقول له ما فيش قلق ولا اي حاجه، احنا كل ما بنحل كتير بنفهم هو اللي بيحط الكويستشن ده عاوز ايه، بيفكر ازاي. فبنتعود من كتر البراكتس ان احنا نحط الحاجات اللي هو طالبها. ودي حاجة مش صعبة، احنا كل حاجة لما بنتعود عليها خلاص بتبقى عادية بالنسبة لنا. وبصراحة انا بقالي كذا سنة بشتغل ايدكسل انا ما شفتش شكوى خالص اللي يمكن من 2 students، وباي ذا واي كانوا هم اصلا ما بيشتغلوش تقريبا. فمدام الطالب عاوز يشتغل وعاوز يكون حاجة يبقى لازم ان هو هيصمم ان هو يكون. وزي ما بقول دايما البراكتسينج اهم حاجه، ودي مش عايزه مننا يعني اي تميز، لا انا اشتغلت على حاجه وقت كافي وبضمير في المذاكره ومعايا مثلا تيتشر بتفهمني ممكن الجأ لها في اي وقت. يعني مثلا انا هدي مثل بنفسي، انا ما برتبطش بالطالب مجرد في الحصه، لا ممكن اي ستودنت بيبعت لي اسئله على الواتساب في اي وقت، وانا اول ما بخلص السيشنز بتاعتي ببص على اسئله الستودنتس كلها وبتواصل معاهم، سواء بقى فويس مسج او لو مش محتاج فويس مسج بعمل تكستنج وخلاص. لكن ما فيش حاجه اسمها الستودنت ينفصل عني during the day لمجرد ان الدرس خلص. اول ما وقتي بيسمح على طول ان انا بجاوب على اسئله الستودنتس كلها. ف يعني احنا دلوقتي بادين سيشن جديد، في ساعات ناس بتقول سيشن اكتوبر ده عشان الريتيك، لا مش شرط. طب ما انا الجروبس اللي اخدتها
على مدى سنين كتير كلهم واخدين اكتوبر، هو اول سيشن بيحطوا فيه اليونتس بتاعت الاي اس. في ناس بتحب تاخد الاي اس كله على بعضه، وفي ناس بتفضل تقسمه. فافضل تقسيمه ان يونت 1 يكون لوحده ويونت 2 اند 3 مع بعض، لان يونت 2 بيعتبر يعني كميته حتى مش قد يونت 1، يونت 1 اكتر شويه بس مش اكتر كتير قوي، يعني قولوا مثلا حوالي 10 بيجز بلس. ان يونت 2 يعتبر اخف من يونت 1، فعشان كده انا دايما بقول لو الطالب عاوز يقسم الاي اس يبقى ياخد يونت 1 لوحده ويونت 2 اند 3 مع بعض، تبقى ديفيجن. طيب انا خلصت كلامي، لو حد عنده اي question، لان انا النهارده ان شاء الله I'm going to introduce the first chapter، هشرح منه جزء صغير كده برضو ان طريقة الشرح تبقى قدامكم وتقدروا تكونوا فكرة عن الدروس عندي. فلو اي حد عنده any question you can use your mic by the way، وانا فاتحة الشات بوكس كمان لو حد عايز يعمل chatting. هسيب لكم كده وقت to type او to ask me the questions وانا معكم. طيب اوكي، ملك بتقول how long would each class be in general؟ هو 2 hours يا ملك، each class 2 hours. اوكي روان، I want to take the full AS in Jan. Why not? When do you have to start? In August يا روان. احسن وقت August، تبقي مرتاحة جدا في الجان. You're welcome يا ملك. Thank you يا حبيبتي. طيب any more questions؟ You're welcome يا روان. It seems there are no more questions. طب يلا نبدأ كده. لا فيك سؤال هو. روان بتقول can I take unit 2 and 3 with A2 in June 2022؟ يعني انت عايزه تاخدي الاول في جان يونت 1 وبعدين يونت 2، تاخدي يونت 2 و 3 و 2 كلها في جونيور 1؟ Is this your question؟ Excel chapters are just a second، ثواني عشان الشات جري. طيب انا هجاوبك يا عبد الرحمن. Some of A2 ممكن تاخدي only one unit وبس يا روان. مفيش داعي to compress yourself with A2 مع AS. يعني لو انت حابة تاخدي unit من A2 كفاية قوي unit 4، كفاية قوي مع unit 2 and 3. ما انصحكيش تزودي عن كده أبدا، لأن عندنا في A2 unit 5 محتاجة شغل شوية، فبلاش الكمبريشن ده ما دام عندك سيشنز لسه موجوده، بلاش الكمبريشن يا روان. اوكي طيب عبد الرحمن بيقول the excel chapters are similar to Cambridge. لا يا عبد الرحمن، انت كنت معانا من الاول متهيالي. هو في بعض الشابترز نفس المواضيع، لكن في اجزاء في اكسل فيها حاجات مش موجوده في كامبريدج. اوكي اما بنفس الشابترز المواضيع نفسها زي بعض في بعضها، لكن في ايدكسل بتكون اقصر والمعلومه فيها مش قويه قوي زي في كامبريدج. منا بتقول is it better to continue AS Cambridge if I took Cambridge for my all level subject؟ والله يا منا دي حسب ما انت تحبي، يعني لو انت تحبي ان انت تاخدي المعلومه اللي هي زي ما قلت كامله جدا، دي بتساعد قوي مثلا لو داخله الفاكولتي اوف ميديسن او اي فرع من الميديكال سكولز زي الدنتستري او الفارماسي، بالتاكيد بيكون المعلومه اعلى من ايدكسل. ف اتس اب تو يو، يعني اتس بيتر طبعا، لكن ممكن في ستودنتس كتير بياخدوا ايدكسل بعد الاو ال كامبريدج. ف it depends on you، يعني لو حابه ان انت تاخدي فعلا
البالك كلها كده كمعلومة كاملة يبقى كامبريدج على طول طبعا. لكن لو حابة ان انت بتاخدي حاجات مختصرة شوية وتبقي ضامنة برضو فيها ستار يبقى ايدك سهل. طيب ادهم is it recommended to take only biology as alone in a whole session or I can add some subjects like human. يعني مثلا ساعات في بعض students بيحبوا يكملوا ال 8 OL subjects، فلو انت واخد biology خد معاها حاجة صغيرة. الهيومن بيولوجي طبعا بيتاخد مع البيولوجي طبعا، وبيبقى سهل جدا باي ذا واي. يعني انت لو دارس او ال حتى بيولوجي كامبريدج او حتى ايدكسل بيبقى سهل جدا عليك الهيومن بيولوجي جدا. اما لو واخد اي اس يبقى ماتش بيتر طبعا تاخد هيومن بيولوجي معاه. ماي نوتس يا ملك، لو انت خارج مصر، لو انت خارج مصر انا ببعتهم بي دي اف فايل، بس بشترط على الستودنت تبقى البي دي اف فايل لي، مش تبقى ممكن مثلا تتعاطى لحد تاني. يعني دي بقى بتعتمد على ايه، يعني ان انا ببقى واثقه في الستودنت بتاعي طبعا، وحقيقي ما فيش ولا ستودنت عطى النوتس بتاعتي لاي حد. اما لو انت في مصر في مكتبه بتبيعهم، لو حابه انت ملك، انت عندي على الواتساب ممكن ان انا اقول لك على ارقام المكتبه لو انت في مصر بيبعتوها لك. وعلى فكره المكتبه دي كمان بتعمل شيبينج ابرود، يعني للدول العربيه مش بس في مصر، بتوصلها لحد البيت يعني، بس ابرود بتوصل بارامكس تمام. وهي انا عندي نوتس اند كلاسيفايد باست بيبرز بالمارك سكيم يا ملك كله مع بعض. يور ويلكم يا منى، يور ويلكم يا ادهم. طيب any more questions؟ طيب برضو أنا معاكو، يعني أنا هبتدي شرح، لكن أنا معاكو لو حد عايز يسأل أي حاجة بتبان لي على إن في حد بيعمل chatting، أو you can use your mic by the way، أنتوا كبار أكيد مش هتستعملوا المايك كده أي حاجة، ممكن تستعملوا. طيب let's begin، نبدأ كده. أول chapter هو بيتكلم على the chemistry of life، بس قبل ما أتكلم على أول حاجة فيه اللي هي water. أوكي يا ملك، thank you يا حبيبتي. طيب أرجع تاني أقول إيه، إن في حاجة كده لازم إن إحنا نبقى نفتكرها كده مع بعض من الكيمستري اللي هي the types of bonds. في question من سلمى، can I take unit 1 in October and unit 2 and 3 in Jan؟ أيوة يا سلمى، أيوة يا حبيبتي، ما ده اللي أنا قلته. if yes when should I start unit 2 and 3؟ لا ده على طول، يعني لو أنت هتاخدي في أكتوبر، وعلى فكرة امتحاناتكم كلها في أكتوبر 4th of October بادية unit 1، فلو أنت هتاخدي الامتحان في أكتوبر بديكي مثلا، لا not in August، لا لا، لأن أنت هتفضلي تشتغلي يونت 1 لاكتوبر. اوكي، ولا تحبي تمشي ان بارلل؟ ما ينفعش، انا ما بحبش امشي كده بصراحه. لو انت تمتحني في اكتوبر يونت 1 فبتاخدي 1 ويك كده ريست، وعلى طول ببدا يونت 2 اند 3 على طول فورا. تمام يا سلمى؟ اوكي يور ويلكم يا حبيبتي. طيب بصوا بقى يا جماعه، تعالوا نراجع مع بعض كده الكيمستري بيقول ايه في الحته دي. تقولوا لي طب ايه اللي دخل البوندز في البيولوجي؟ لا ده انا بدرس تشابتر كامل على الكيمستري اوف لايف، او بمعنى تاني ذا بايو كيمستري، او الكيمستري اوف ذا ليفينج اورجانيزم. طيب ايه هم البوندز بقى اللي في الكيمستري وانا بحتاجهم في البيولوجي؟ اول بوند، حد بيغششني ها؟ يس يا منى طبعا، ثانك يو ثانك يو يا حبيبتي. منى بتقول الكوفيلنت والايونيك، انا هعمل زي ما انت بتقول يا منى، كوفيلنت بوند. وممكن استعمل الايونيك بوند بس مش كتير. وفي انذر بوند which is called the hydrogen bond، دي بشوفها كتير قوي في البيولوجي. في كمان other type of bond اسمه the sulfur sulfur bond،
ودي بتتعمل في البروتينز اللي بتكون معاها سلفر. واخر حاجه لاني ما بستعملهاش كتير قوي ذا ايونيك بوند. طيب تعالوا نشوف الاول الكوفيلنت بوند وايه علاقتها بالهيدروجين بوند. يلا نشوفهم كده مع بعض، وانا عارفه انتوا عندكم معلومه كافيه بالبوندز، لكن احب برضو اعرف او افكركم بيها. الكوفيلنت بوندز احنا اخدين في الكيمستري ان it is the bond that is formed as a result of sharing of electrons between the atoms. بمعنى انا لو عندي مثلا a water molecule ممكن اكتبها كده طبعا هي H2O. طب ما هم ال H2 وده ال O. في عندي هنا ما بين الهيدروجين and the oxygen في a covalent bond. طيب لو انا اخدت الاكسجين كده لوحده ولقيت الاتوميك نمبر بتاعه 8 والماس نمبر 16، انا مش محتاجه الماس نمبر في حاجه، انا محتاجه الاتوميك نمبر اونلي، لان الكونفيجريشن بتاعه لو this is the nucleus of the atom فهنا عندي 2 electrons وهنا عندي 6 electrons. يبقى this means that in this oxygen atom it needs 2 electrons in order to complete its electronic configuration like the nearest inert gas. طيب what about the hydrogen بقى؟ الهيدروجين 1 1، I don't need this, I need only the atomic number. فبلاقي ان this is the nucleus and only one energy level في only one electron. بس الهيدروجين is unstable and it needs one electron. طبعا ده محتاج 2. one electron in order to be like helium اللي عنده 2 electrons. فthis means that both atoms they are going to share together in order to complete their needs of electrons أو عشان يبقوا stable أو يبقوا يشبهوا ال inert gases الأكسجين. نفسه قوي يبقى شبه النيون عنده 10 electrons، والهيدروجين نفسه قوي يبقى شبه الهيليوم عنده 2 electrons. فبيبدأ يعمل sharing. طب how does this happen؟ إن if I have here the oxygen atom وأنا طبعا هاخد بس ال outermost energy level في 6 electrons 1 2 3 4 5 and 6، بحط الهيدروجين on both sides وهو فعلا بيبقى on both sides كده. الهيدروجين بيحط في الشيرينج اريا دي the only electron that it has، وانذر هيدروجين اتوم بتحط في الشيرينج اريا the only electron that it has. فبكده لو انا عملت counting للالكترونز once more بلاقي ان الاكسجين فعلا بقى عنده 8 like it needs، والهيدروجين بقى عنده 2 like it needs. بس في هنا نقطه مهمه بقى، ده كده الكوفيلنت بوند. ايه علاقه الكوفيلنت بوند بالهيدروجين بوند اللي هي تهمني قوي قوي في الووتر مولكيولز وبتتسبب في كل البروبرتيز اوف ووتر؟ احنا عارفين ان في حاجه اسمها the electronegativity، برضو ده كيمستري مش بيولوجي خالص. يعني ايه كلمه electronegativity of an atom مثلا؟ this means that it is the ability of the atom to attract the electrons to it. فبلاقي ان الاكسجين has more electronegativity than the hydrogen، يبقى معنى كده ان الالكترون اللي اخدته من الهيدروجين will be attracted more to the oxygen atom. فبكده بيخلي الاكسجين we say that it is slightly negative and the hydrogen atom consequently طبعا بقى slightly positive، لان انا شديت منه الالكترون towards the oxygen atom. طب هل معنى ده ان الهيدروجين ما بقاش عنده الالكترون ده؟ لا موجود، لكن it was pushed a bit towards the oxygen atom. فده بيخلي الاكسجين atom to be slightly negative لان هو عامل attraction او more attraction to the negative charges، فبيخلي الهيدروجين طبعا as
slightly positive atom. طيب لما باجي اتكلم في الووتر مولكيول، طبعا ده الجزء about the bonds اللي انا كنت عايزه اقوله، ولما اتكلم بعد كده على البروتينز بنشوف the other types of bonds اللي هي السلفر سلفر بوند والايونيك بوند ايه علاقتهم بالبروتين بالظبط. تعالوا دلوقتي نبدا بقى اول جزء في السيلبس بتاعنا اللي هو بيتكلم على ده طبعا topic 1 بيتكلم على water. طيب تعالوا نشوف الاول ما دام احنا بنتكلم على الكيمستري اوف لايف، so we have to begin with the chemistry of water. لما اقول the chemistry of water يبقى انا لازم اتكلم على الكيميكال ستراكشر بتاعها، او بمعنى which atoms are forming او which elements are forming water. بتكلم على the atomic structure. يعني ايه atomic structure؟ يعني او المولاكيولر ستراكشر. بتكلم على الاتومز متركبين ازاي في بعض عشان يعمل لي المولكيول اوف ووتر. ولازم ان انا اتكلم بالتاكيد على البروبرتيز اوف ووتر، whether chemical or physical properties. تعالوا نشوف الاول الكيميكال ستراكشر اللي كلنا عارفينها طبعا، زي ما قلت HOH او H2O. دايما الاكسجين اتوم لما بيتركب فيها هيدروجين اتومز باي كوفالنت بوندز، if this is the oxygen and these are the hydrogens، بلاقي ان ما بين الكوفالنت بوندز في an angle of 104.5 degrees. يعني انا لو بصيت على الووتر مولكيول بالالكترون مايكروسكوب هشوف المنظر ده، هشوف ان الهيدروجين واخد او نازل لتحت شويه عن الاكسجين اكسجين اتوم، او ساعات احنا بنرسمها كده الاثنين واحد، لكن انا بفضل طبعا دي. ليه؟ عشان بتبين لي البوند موجوده ازاي، وبتبين الانجل بتوين ذا تو كوفالنت بوندز. طيب انا لسه قايله دلوقتي ايه، ان الكوفالنت بوندز دي از ذا ريزلت اوف شيرينج اوف الكترونز، وان الاكسجين عنده ا هاير الكترون نيجاتيفيتي، سو ات بولز ذا الكترونز او النيجاتيف تشارجز توورد ات. فهنا الاكسجين بقول عليه ذات ات از سلايتلي negative، وبقول على الهيدروجين اتومز that they are slightly positive. لو احنا بصين هنا عندي مثلا، لو شبهت الووتر مولكيول بالجلوب او الايرث، الايرث عندي هنا two poles. طب ما هي الووتر مولكيولز عندها two poles، فسميناها a dipolar molecule. طيب هل ده معنى حقيقي للبولاريتي؟ لا، بس طبعا لما اجي اتكلم على ووتر مولكيول مع ستودنت لازم يعرف ان التو بولز، واحده لازم تكون فوق والتانيين تحت بين الهيدروجين اتومز، لازم طبعا اشبهها بالجلوب او بالايرث. لكن عمليه البولاريتي او لما اقول ان الووتر مولكيول از ا بولر اور ا داي بولر مولكيول، معناها ان هي عندها سلايتلي نيجاتيف تشارج مور ذان ذا هيدروجين موجود على الاكسجين، وبالتالي الهيدروجين هيبقى سلايتلي بوزيتيف. بالتاكيد موضوع البولاريتي دي الناس بتوع الكيمستري بيبقوا بيشرحوه بطريقه اوضح من كده او اطول من كده شويه، لكن اي تفاصيل في البولاريتي بالتاكيد يعني ملهاش علاقه قوي بالبيولوجيكال ستادي. طيب ليه انا بتكلم هنا على ان الووتر مولكيول از داي بولر او ان هي اي بولر مولكيول؟ لان بيكون في other chemicals that are called polar chemicals، او بمعنى تاني هم كمان عندهم positive and negative charges، وما دام عندي a polar chemical that has positive and negative charges، فالبولر كيميكال ده يقدر يعمل dissolving in water لان both of them are polar compounds. طيب ايه علاقه ده بالهيدروجين بوند بقى اللي انا
من اول ما بدانا كده قاعد اقول لكم هيدروجين بوندز. تعالوا كده ناخد اكزامبل. سبوز مثلا انا عندي هنا اكسجين، مش لازم اكتب او بقى، which is slightly negative. وعلى فكرة دي يا جماعة أنا في students بيكتبوها 8، لا this is not an 8، ده دلتا مفتوحة من فوق اهي، دي اسمها دلتا، فبقول عليه دلتا negative أو slightly negative أو partially negative. بتلاقوا الأسماء دي كذا بتدي نفس المعنى. وعندي هنا الهيدروجينز طبعا حجم الأتوم أصغر، slightly positive ودي slightly positive. طيب this is one water molecule. لو أنا عندي another water molecule كده slightly negative oxygen و slightly positive hydrogen atoms. If I have two water molecules بالشكل ده وعندي different charges، إيه اللي بيحصل when there are different charges يا عبد الرحمن؟ ما انا هسألكوا بقى، انا مش معقول انا هفضل اتكلم على طول، يلا participate معايا. عبد الرحمن موجود معانا ولا مش موجود؟ انا عطيالك admission اول واحد مش لاقيه. طيب منا تلا، ها what happens between positive and negative charges؟ ممكن تكتبوا على الشات يا جماعة. Excellent excellent، طبعا هيعمل bond. بس أنا عاوز أقول حاجة بقى يا منة، لما يكون عندي unlike charges بيعملوا attraction ما بينهم وما بين بعض، وده هو البوند اللي انت بتقولي عليه. أوكي، فيبقى معنى كده إن لما يكون عندي positive and negative charges، برافو برافو يا منة، they attract to become equal charged. برافو عليك. لما يكون عندي positive and negative charges زي اللي احنا عارفينها في الايونيك bond، فبلاقي ان دي بسميها a strong electrostatic attraction force. اي attraction force ما بين different charges يعني معناها بقول عليها a strong electrostatic attraction force، ودي اللي هي الديفينيشن بتاع الايونيك بوند. لكن ودايما بتكون ما بين strong charges، يعني اما بيكون عندي مثلا صوديوم ايون البوزيتيف تشارج اللي عليها strong، والكلورايد ايون التشارج اللي عليها strong، فبيتعمل ما بينهم ايونيك بوند which is a strong electrostatic attraction force. ليه attraction؟ لان the charges are unequal أو are different. طيب إيه الفرق بقى ما بين الاتراكشن دي ولو حصل اتراكشن ما بين البوزيتيف تشارج دي والنيجاتيف تشارج دي؟ الفرق الوحيد إن في الصوديوم كلورايد كانت التشارجز ار سترونج، لكن في الووتر بتبقى سلايتلي بوزيتيف اند سلايتلي نيجاتيف، يعني التشارجز ار ويك، فبيجي يتعمل ما بينهم a very weak electrostatic attraction force بسميها the hydrogen bond. يبقى تاني what's the difference between the ionic bond and the hydrogen bond اللي هي the amount of charge which is found on the atoms. يعني أنا لو عندي a sodium ion يعني معناها إن عليها a strong positive charge، والchloride ion عليها a strong negative charge، so an ionic bond is going to be formed and this is called the strong electrostatic attraction force. وصعب قوي ان انا اكسرها، يعني لازم يبقى في certain procedure in order to break this bond، سواء بقى كان في enzyme كان في heating whatever. لكن في الwater molecule بتبقى charges are weak. طيب مش ده كمان attraction؟ of course، لكن it is a weak attraction، فما ينفعش اقول عليها ionic bond، so they gave it the name hydrogen bond. والسيمبل بتاعها بيكون a dotted line exactly as I'm drew here. طيب يبقى ال dotted line ده الأول ما لقيه أعرف على طول إن this is a hydrogen bond. طب افرضوا لقيت a continuous line كده أو a segment ما بين two elements،
لا ده يبقى كوفيلنت بوند على طول. حتى الكوفيلنت بوند بتبقى انواع، يعني سنجل ودبل وتريبل كوفيلنت بوند، لكن لو انا لقيت هيدروجين بوند لا هي بتبقى خط واحد بس دوتد لاين. فده السيمبل بتاع الهيدروجين بوند. بما ان بقى الهيدروجين بوند دي بتبقى بتوين ويك تشارجز يبقى هي كمان ويك. صعب اعمل بريكنج؟ لا طبعا سهل جدا. طيب يبقى معنى الكلام ده ان سهل ان انا افصل الووتر مولكيولز من بعض. بالعكس، سيمبل اوف ايونيك بوند بتبقى دوت يا ادهم، اي دوت لايك ذس. اوكي تمام. انا اتعلمتها دي من بتوع الكيمستري على فكره، ما كنتش عارفه وانا صغيره، كنت بعملها اكس فهم قالوا لي لا اي دوت، يور ويلكم يعني. طيب ليه بقى الووتر مولكيولز ما بتنفصلش عن بعضها؟ لان انا عندي الووتر مولكيول بيبقى مليونز اوف مولكيولز مع بعض، نيجاتيف سلايتلي بوزيتيف، مليونز اوف ووتر مولكيولز موجودين مثلا ان 1 مليليتر اوف 1 سنتيمتر كيوب اوف ووتر، بيبقى فيه مليونز اوف ووتر مولكيولز. طيب كل ما الهيدروجين بوندز كميتها بتزيد، كل لما بتدي سترينث للووتر، زي ما يقولوا ايه في الـ في الـ في الاتحاد قوه. انا عندي ويك هيدروجين بوندز بس لما يبقوا مليونز اوف هيدروجين بوندز بتدي ا سيرتن سترينث تو ووتر. بدليل ايه؟ ان انا لما احب افصل الووتر مولكيولز او الهيدروجين بوندز تو بريك ان اوردر تو سيبريت ذا ووتر مولكيولز تو تشينج انتو ا فيبر، فانا محتاجه اعمل بويلينج 200 degrees Celsius. ده رقم عالي قوي. أنا محتاجة very strong heating in order to break the hydrogen bonds عشان أقدر إن أنا أحول ال water into vapor. وإحنا عارفين إن ال vapor بيبقى this is a gas، يعني معنى كده إن ال molecules they are widely separated from each other. فاللي بيخلي ال water تبقى كلها كأنها جزء واحد كده على بعضه هم وجود الميليونز اوف هيدروجين بوندز ما بين الووتر مولكيولز وبعضها. يعني انا ممكن احط انذر ووتر مولكيول هير وفي هنا هيدروجين بوند، ممكن دي تكون متركبه بهيدروجين بوند وانذر ووتر مولكيول. انا لما باجي يكون عندي ا جلاس اوف ووتر وحابه ان انا اي وانت تو سبيل ذا ووتر، مش الووتر كلها بتنزل مع بعضها ولا بتنزل حبه حبه؟ بالتأكيد كله بينزل مع بعضه. ليه؟ because of this hydrogen bond which is holding all the water molecules together. والهيدروجين بوند دي مسؤولة، it is responsible for most إن لم يكن كل ال properties of water. طيب لو احنا بقى بصينا على الدايجرام ده بيقول كل اللي أنا قلته. يعني هنا مثلا أنا عندي this is فين البوينتر اهو، this is the oxygen atom and it is slightly negative with this is the hydrogen atom slightly positive and here is the other one. والانجل اللي بتبقى ما بين التو كوفالنت بوندز، لاحظوا دي كوفالنت بوند، الانجل ما بينهم بتبقى 104 degrees. لكن لو انا اخذت ووتر مولكيولز اهم، دي كده كوفالنت بوند ما بين الاكسجين اند ذا هيدروجين، but this is a hydrogen bond between the slightly negative oxygen and the slightly positive hydrogen. الووتر مولكيول دي بصوا متركبه في كام ووتر مولكيول، the one in the middle متركبه في دي وفي دي وفي دي وفي دي وفي واحده كمان اهي هنا بس الشات بوكس مش مبينه. ف يبقى معنى كده ان كل ووتر مولكيول ممكن تتركب في مور ذان 1 ووتر مولكيول بهيدروجين بوندز، وبتخلي كل الووتر كانها اونلي 1 اوبجكت كده قدامنا. طيب ايه بقى الامبورتنس اوف ووتر؟ والامبورتنس دي بتجيلنا من البروبرتيز اوف ووتر، وزي ما قلت معظم البروبرتيز اوف ووتر بيبقى المسؤول عنها the hydrogen bonds زي ما هنشوف دلوقتي.
تعالوا نبص على what's the importance of water بقى. أول حاجة لازم أتكلم عليها وأفكر فيها اللي هي أقول water is a universal polar solvent. طيب إيه solvent ده؟ زي ما كلنا عارفين أكيد إن the solution is formed of two parts, a solvent and a solute. السلوت ده عادة بيكون something that dissolves in a solvent. الووتر ما تقدرش تعمل dissolving except to polar solvents. اوكي ولازم to polar solute, I'm sorry, والسلوت ده لازم يكون عليه positive and negative charges. لازم عشان يحصل attraction ما بين ال different charges, ودي عملية ال dissolving. طيب يعني ايه universal؟ هل هي حاجة خاصة باليونيفرس؟ لا, بيقصد بكلمة universal هنا يعني all the polar solutes. ال water will dissolve أو acts as a solvent to all the polar solutes أو even the majority of the polar solutes. ده معنى كلمة universal هنا, has nothing to do with the universe. طيب ايه السبب في كده؟ The polarity of water. زي ما قلت دلوقتي ان the polarity of water or the presence of the slightly negative and the slightly positive charges بتخلي الووتر دي تقدر ان هي تعمل dissolving to the polar solutes. طيب ما هم the polar solutes دول ايه؟ عندي نوعين polar solutes. عندي كل الايونيك مولكيولز او كومباوندز. زي ايه مثلا؟ زي الصوديوم كلورايد. This is an ionic compound. ده بولر, عنده positive and negative charges. That's why the sodium chloride can dissolve in water. بس بتعمل كمان dissolving to some covalent compounds او covalent molecules. زي ايه بقى الكوفيلنت بالنسبه للبيولوجي؟ زي الشوجرز. ثواني في حاجه على الشات. بولر معناها ان عنده تشارجز يا ادهم, يعني عنده بوزيتيف اند نيجاتيف تشارج. يعني انا لما اقول مثلا على الووتر ان هي اي بولر كومباوند, لان زي ما قلت هنا ان بيبقى عليها بوزيتيف اند نيجاتيف تشارج, سلايتلي بوزيتيف اند slightly negative اهم. اوكي طيب بالنسبه بقى للايونيك كومباوندز ليه هم بولر؟ لان عليهم ايونز, والايونز دي بتبقى positive and negative charges, زي الاكزامبل اللي عطيته من شويه the sodium chloride. ده كده بولر لان في هنا charges او different charges عليه. تمام. You're welcome يا ده. طيب الكوفيلنت كومباوندز بقى ما عندهاش ionic bonds, لا ده covalent bonds زي الشوجرز, لكن can dissolve in water as well. يعني السيمبل شوجرز او المونوساكرايدز والدايساكرايدز they can dissolve in water. ليه بقى؟ وده covalent molecule, لان الستراكشرال فورمولا بتاعتهم لسه طبعا دي بناخدها بقى في الكربوهيدرات, بلاقي ان في هيدروجين و OH atoms كده خارجين لبره, فدول بيساعدوا على عملية الديزولفينج. الهيدروجين بيبقى عليه a positive charge وال OH بيبقى عليه negative. طيب هل معنى كده ان ده كمان a polar molecule؟ اه طبعا, بس covalent not ionic. اي حاجة عليها charge and it can dissolve in water بقول عليها polar على طول. وبالعكس ده الشوجرز كمان عندهم a lot of these charges, فعشان كده بتقدر تدوب بسهولة جدا in water. طيب ايه بقى عملية لو انا مثلا عندي fats؟ هما الفاتس بيقدروا يعملوا dissolving in water؟
never. ليه بقى؟ Because all the fats, they are non-polar. What's the meaning of non-polar? يعني مين يقول لي بقى؟ اختار انا ملك ماجدي. What's the meaning of non-polar? يعني البولر عليه positive and negative charges. So the non-polar doesn't have positive or negative. Thank you. Excellent. ده ما فيش عليه positive and negative charges. They can never dissolve in water or in any polar solvent. لكن يبقى معنى كده ان they cannot dissolve. Of course they can. بس in non-polar solvents. طيب like what? For example مثلا ممكن اقول like ethanol. الايثانول اللي هو الايثايل الكحول ده non-polar solvent بيقدر يعمل dissolving للفاتس. ممكن مثلا كربون تترا كلورايد ده كمان non-polar solvent وممكن ان هو يعمل dissolving to the fats. طيب يلا مع بعض بقى نشوف عملية الديزولفينج دي بتحصل ازاي. Let's look at this diagram. إيه اللي عندي ده؟ أنا عندي هنا بس أغير الكالر عشان يبان على الوايت. أنا عندي اللي فوق ده water molecules. أهي. This is one molecule, another molecule, another molecule. طبعاً هنا بيكون في hydrogen bonds بالتأكيد. أوكي؟ ما بين الـ slightly positive والـ slightly negative atoms. واللي تحت ده this is sodium chloride. انا مش لاقيه الماوس على فكره في الوايت كالر ده ما بشوفش. sodium chloride اهم قدامنا. الصوديوم كلورايد اهو متركب في بعضه كله. several molecules of sodium chloride متركبين كلهم في بعضهم زي ما انت شايفين بالايونيك بوندز. فلما باجي احط sodium chloride او اللي هو التيبل سولت واحطه in a glass of water, إيه اللي بيحصل بقى؟ على طول بيحصل حاجة اسمها ionization. يعني إيه؟ يعني الصوديوم كلورايد ده بتنفصل الأيونز بتاعته عن بعضها ويبدأ كل kind of ion to be surrounded by water molecules. طب إزاي؟ يعني مثلاً عندي بلاقي إن الصوديوم will separate from the chloride. أهم they separated from each other وبلاقي إن الكلورايد will be surrounded by water molecules. إيه ده هي دي water molecules؟ طبعا this is water أهي. This is one molecule, another molecule, another molecule. وفي نفس الوقت الصوديوم بيبقى surrounded برضو by water molecules. بس إحنا ملاحظين طبعا إن there is a difference between both. إيه الديفرنس بقى؟ إن الكلورايد is negatively charged. فبلاقي إن القريب منه the slightly positive hydrogen. لأن في attraction ما بين النيجاتيف charge اللي على الكلورايد والpositive charge اللي على الهيدروجين. العكس بقى مع الصوديوم. بلاقي إن الصوديوم is positively charged فبتبقى surrounded by water molecules لكن الأكسجين بيبقى أقرب للصوديوم عن الهيدروجين. Why again؟ لأن الصوديوم is positively charged while the oxygen is slightly negative. بمجرد ما بلاقي إن الأيونز ابتدت تبقى surrounded with water molecules بالطريقة دي إن الأوبوزيت charges they are facing each other بقول على ده على طول dissolving of sodium chloride. أو بمعنى تاني إن الأيونز بتاعت الصوديوم كلورايد as if they are imprisoned in between the water molecules. ملك you don't have to memorize طبعا بس لما يجي يكلمني على الديزولفينج you have to know إن النيجاتيف charges بتبقى surrounding بتاعت الووتر أو slightly negative charges بتبقى surrounding البوزيتيف ion بتاعت السلوت وال slightly negative charges بتبقى surrounding the positive ions of the solute. ده اللي علينا بنبقى عارفين. اوكي okay?